أنا مو مثالية أبداً. يسألوني عن شيء جديد حقول لكم إنه شغل. لما الله يكتبها إن شاء الله ما رح أعلن عنها. هذه أكبر قدوة بحياتي. I think جينات ماما كذا عايشة باللالالان. زحمة يا دنيا زحمة في رمضان. النجمة أسيل عمران، أهلا وسهلا فيكي معنا على السريع. بداية يا أسيل، شو السبب بأنه ما عم تظهر عليكي ولا أي وحدة من علامات التقدم بالسن؟ ما شاء الله، والله ما أعرف. I think جينات ماما ونعمة من رب العالمين الحمد لله. ولا يمكن لأني كذا عايشة باللالالاند، يقولوا لي أصحابي أنه عندي كوكبي لحالي وعالمي لحالي، فمبسوطة فيه. انتجت هالشيء أنه أنت ما بتهمي حالك. ما بهمل حالي. ما بتزيدي الهم على حالك. لا الحمد لله، يعني في الهم الطبيعي موجود عند كل البشر، بس أنت يا بتكبره وبتزيده يا بتخلوه بحجمه الطبيعي لما شوي شوي يتلاشى. أنا أخليه بحجمه الطبيعي لما يروح لحاله مع السلامة. بعد سنوات طويلة بالوسط الفني تحولتي لقدوة لعدد كبير من الصبايا. قد ايه بشكل الموضوع مسؤولية بالنسبة لإلك؟ طبعا مسؤولية، بس أنا دايما أقول إحنا اليوم أي شخصية عامة تطلع، حتى أنت ممكن تكون قدوة في البيت لأخوانك، لأولاد أخوانك، لأحد من أهلك. بس أنا دايما أقول قبل ما نكون قدوة كويسة للعالم لازم نكون قدوة لنفسنا، لأنه إحنا نغلط، إحنا بشر. بس المهم إنه لما نغلط نعرف إنه إحنا غلطنا ونصلح غلطنا ونرجع نوقف على رجلنا، لأنه هذا الطبيعي. أما فكرة إنه قدوة، أفضل إني لا استفيدوا من أغلاطي أحسن من إنه أكون قدوة، لأنه أنا بشر حالي حال أي إنسان طبيعي. ما أحب أنحط في زون المثالية، أنا مو مثالية أبداً. طيب يا أسيل، أنت مين هو قدوتك؟ بتعلم من كثير عالم، يعني دايماً بتعلم من لجين، من تجاربها بالحياة، من علاقاتها في الحياة. بتعلم من بابا كثير كعسكري، لما يشاركني قصصه وتجاربه بالعسكرية هو قدوة كبيرة. أكيد ماما طريقة تعاملها وصبرها على 7 أولاد. هذه أكبر قدوة بحياتي. فأنا ما بقى دايماً أقول قدوة مو شخص واحد، هم أشخاص تتعلم منهم. أنت من أكثر الفنانات يلي بحب الجمهور بأنه يعرف أسرار حياتهم الخاصة، فهل بتعبك هذا الموضوع؟ لا خلاص اتعود، صار ما يهمني كثير للأمانة. يعني أنا دايماً أقول اسألوني عن شيء جديد حقول لكم إنه شغل. الحمد لله سعيدة جداً، عندي مسرح كثير كان جميل في الرياض، والحين راح نطلع فيه إن شاء الله قريباً على مناطق ثانية في المملكة، ما حقدر أصرح، بس متحمسة كثير، وإن شاء الله في أعمال درامية جديدة جاية. أما بالنسبة للحب والأمور اللي الناس تحبها عشان تنشغل فيها يومين بعدين تدور متى تنفصل عشان تنشغل في موضوع ثاني، لا مو الحين، لما الله يكتبها إن شاء الله ما رح أعلن عنها. قبل ما نودعك يا أسيل، ضروري تخبرينا كيف عم تمضي أيام رمضان والشهر الفضيل؟ بين الأهل وبين دبي، بين البحرين وبين السعودية وبين بنغلاديش، لأنه عندي رحلة مع الـ UNHCR مفوضية اللاجئين، فيعني راح تكون زحمة يا دنيا زحمة في رمضان. تحية كبيرة للمتابعين وياك، أقول لهم رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، ويا رب الله يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار، لأنه أهم شيء بعز كل الظروف اللي تمر فيها الأمة العربية.